الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على أعمال الباحثين في تاريخها عبر العصور. ولقد واجهت هذه المشكلة في جمع مادة الكتاب وتصنيفها وصوغها، وبذلت الجهد في اعتماد الموضوعية منهجا في التعامل مع القضايا الشائكة التي يطرحها تاريخ هذا البلد الفريد في موقعه الجغرافي والتراثي والسياسي. وبناء على ذلك توخيت الدقة في جمع مادته ومن المصادر التي اعتقدتها أكثر وثوقا، وبالتالي معالجتها بأسلوب المؤرخ لا المنافح السياسي. أما الكتاب الثاني الذي اخترته لأخبركم عنه فهو كتاب أمن إسرائيل الاستراتيجي، وهو الصادر عن دار الحصاد بدمشق في عام 2009. يعتبر إلياس شوفاري أن إسرائيل هي ظاهرة استيطانية ضمن مشروع استعماري عالمي انخرطت فيه المنظمة الصهيونية لتكون أداة وظيفية لتحقيق مخططات استعمارية ومخططات أو مشاريع تخص الحركة الصهيونية ذاتها. وتجري عملية تطبيق هذا المشروع من خلال عملية الاستيلاء على أرض عربية هي فلسطين وتحويلها إلى قاعدة أو ثكنة كما يسميها. تتمتع بالتقدم والرقي وتتفوق على جاراتها الدول العربية التي تبقى ضعيفة مقارنة بهذه الثكنة الغربية والغريبة عن محيطها. ويرى شوفاني أن المشروع الصهيوني قد تبلور نتيجة توافق بين الفكر الصهيوني الاقتلاعي والإحلالي وبين الفكر الكولونيالي. إذن شراكة رهيبة تفاعلت جيدا وأنتجت المنتج إسرائيل. ويستعرض في كتابه هذا ظهور ونمو فكرة الاستيطان، وبالتالي كيفية الاستفادة من الظروف الدولية والإقليمية لبناء مشروع إقامة دولة يهودية في أرض فلسطين. وأمست الحركة الصهيونية مدعومة من قوى استعمارية كان في مقدمتها بريطانيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه لا يوجد شعب فلسطيني. بمعنى آخر، عملية إنكار وجود الشعب الفلسطيني لتأكيد فكرة حقية الشعب اليهودي في هذا الوطن. وهذه حلقة في مسلسل الأكاذيب والتلفيقات التي بثتها الحركة الصهيونية ولا تزال تبثها إسرائيل. وعملية نفي وجود الشعب العربي الفلسطيني تتزامن إلى يومنا هذا مع عملية تدمير منظمة التحرير الفلسطينية الإطار الوطني الموحد للشعب الفلسطيني، هكذا كان مرجو. والياس شوفاني بمعالجته سير عملية تطور النهج الأمني الاستراتيجي الإسرائيلي يتطرق إلى ما يمكن أن يضمن وجود هذا النهج، وتبين له بحس نبوي ضرورة تنفيذ إسرائيل عملية إبادة الأطر الوطنية التنظيمية للشعب الفلسطيني. ولم يغب عن باله مطلقا الإشارة إلى أن إسرائيل من أولها إلى آخرها عبارة عن ثكنة عسكرية. وأنا أضيف وأشير، وهذا رأيي، إلى أن هذه الثكنة تعيش يوميا حياة إسبارتا المعتمدة على برنامج التربية العسكرية. وبالتالي فالمجتمع الإسرائيلي معسكر بامتياز من أوله إلى آخره. الكتاب الثالث الذي أود إخباركم عنه هو بعنوان التقصير، الخلل في إدارة الصراع العربي الصهيوني، وهو صادر أيضا عن دار الحصاد بدمشق في عام 2009. يعالج شوفاني في كتابه هذا مسألة في غاية الأهمية، وهي لماذا حصل التقصير لدى القيادة العربية عامة في مواجهة المشروع الصهيوني. ويصل إلى نتيجة واضحة كالشمس بأن تطور المشروع الصهيوني ونموه من الاستيطان في فلسطين إلى درجة الإمبريالية العدوانية قابله مواجهة عربية آخذة في التقهقر حتى درجة الصفر، كما هو حاصل في أيامنا هذه للأسف الشديد. ويستعرض شوفاني عوامل نجاح
المشروع الصهيوني وعوامل إخفاق المواجهة العربية لهذا المشروع. فمن بين عوامل نجاح المشروع الصهيوني أولاً ارتباط هذا المشروع بالإمبريالية العالمية ومشاريعها في المنطقة. ثانياً صياغة عقيدة دينية وقومية نالت تأييداً عالمياً بحق الشعب اليهودي في وطن له. ثالثاً الإكثار من المؤسسات السياسية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية وغيرها لنشر فكرة المشروع وكسب التأييد العالمي. رابعاً اللجوء إلى القوة في كل الميادين بما فيها فرض الرأي. أما عوامل إخفاق العرب فيرى شوفاني الأمور التالية: أولاً عدم فهم القيادات العربية والشعوب العربية لأهداف المشروع الصهيوني، وخاصة أن المؤسسات العربية التي ادعت بأنها تسير في طريق ديمقراطي لم تصل بعد إلى هذه المرحلة. ثانياً التحالف العربي مع حاضنات المشروع الصهيوني كما هو حاصل في أيامنا لدى بعض الدول العربية ومن بينها السلطة الفلسطينية أو ما يسمى بدولة فلسطين. ولكنه لا يترك القارئ غارقا في خيبات الأمل وفقدان هذا الأمل، فيميل إلى إبراز مكانة المقاومة لدى الجماهير العربية التي ترفض المشروع الصهيوني وتعتبره غريبا عنها. وبالرغم من محاولات تهويد المكان والزمان لم توفق الحركة الصهيونية في محاولة إنكار وجود الشعب الفلسطيني، ولم تنطلي عبارات وصف فلسطين بالخالية الخاوية إلا على قلة، وبانت الحقيقة بأن هناك بل هنا شعب له جذور تاريخية عميقة كالزيتون وقوية كالسنديان. الكتاب الأخير الذي أود تعريفكم عليه وقد أشار إليه وذكره من قبل الدكتور شكري العبد، كتاب مرثية الصفاء، وهو سيرة ذاتية صادرة أيضا عن دار الحصاد بدمشق. يكتب في تقديم كتابه ما يلي: هذا الكتاب ليس تأريخا للقضية الفلسطينية، وهو بالتأكيد ليس شهادة على العصر، فما لدي قوله في هذا المجال ورد في كتابات أخرى متعددة. إنه مجرد سيرة ذاتية تتمحور حول ذلك الجانب من حياتي المتعلق بصورة أو بأخرى بالعمل الوطني الفلسطيني. لقد حاولت قدر الإمكان اختصار النواحي الشخصية في العرض إفساحا في المجال أمام تناول القضايا السياسية والفكرية من نشاطي على مدى عدة عقود، وتحاشيا كذلك للإسهاب في السرد. وإن بلياس شوفاني يغوص في عرض مسهب لتطورات القضية الفلسطينية من زاوية تعاطيه الشأن الفلسطيني، بمعنى أنه لم يتخلص من القضية لأنها قضيته. وهذه القضية ليست قضية طارئة أو عابرة، إن سيرة إلياس شوفاني هي سيرة شعبه بكل تأكيد، وحقيقة تلمس فيها الشفافية والمصداقية والتنازل المستمر عن الأنا ليفسح المجال للنحن. وهنا النحن الشعب الفلسطيني صاحب أكثر قضية عادلة في العالم وعلى مر الزمن. وهو في سيرته هذه يضع الأمور المتعلقة بمسيرة الثورة الفلسطينية في نصابها الصحيح، بعد أن تم تشويه الحقيقة وتشويه دوره النضالي في هذه المسيرة، وكأني به يرتب الحسابات من جديد، بل يوضح الحقيقة من خلال تجربته، رافضا كل أشكال الزيف التي بثتها بعض الشخوص في القيادة الفلسطينية عبر الزمن. الحقيقة أن إلياس شوفاني لم يتطرق كثيرا إلى أحواله الشخصية. من يقرأ هذه السيرة سيلمس أنه يتطرق في صفحات قليلة جدا إلى حياته الشخصية، بمعنى أنه لم يتطرق إلى هذه الأحوال أسوة بمن كتب ويكتب سيرته الذاتية، فلم يظهر نفسه بطلا بل أظهر شعبه بطلا.
ولكنه لم يتأخر من توجيه اللوم الشديد إلى القيادة الفلسطينية ابتداء من أبو عمار الرئيس إلى أصغر مقاوم ومناضل وموظف فلسطيني، لأنه أي الياس شوفاني كان يرفض دائما الإعوجاج، وبالمقابل قياسا كميا بما كتبه في سيرته الذاتية هذه عن القضية الفلسطينية، فإن محطات حياته قليلة للغاية، منها تلك الفترة التي أمضاها في معلية والقدس طالبا، ثم في الولايات المتحدة جامعيا، وأخيرا ما حل به من ضائقة صحية، وما أصابه من مكروه برحيل زوجته ووصول إخوته إلى عمان ليراهم ويتعزى باللقاء بهم. بالمجمل العام تنازل عن ذاتيته ليبرز ما هو أهم وأجدر من ذلك، أي القضية الفلسطينية. خلاصة لما اطلعت عليه بهذه الكتب: أولا، اعتماده الأسس العلمية المبنية على علوم السياسة والاجتماع والأنثروبولوجيا إضافة إلى التحليل التاريخي. ثانيا، تحليل الأحداث الجارية بربطها مع سابقاتها من منطلق عدم كونها منفصلة. ثالثا، إعادة صياغة الحدث التاريخي برؤية فلسطينية عربية بعيدا عن مؤثرات سياسية غربية، أي استقلالية في الصياغة لتكوين نص تاريخي عربي فلسطيني بعيدا عن التبعيات. رابعا، منهجه التاريخي تقييم للأحداث بعد تفكيكها بغية إعادة بنائها من جديد بما يتناسب وتوجهات الحدث السياسية. خامسا، رصد متواصل للأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعرضها بصورتها الحقيقية. وأخيرا، قدرته على النقد بعيدا تماما عن السرد الوصفي والإنشائي، نقده للسياسات والإجراءات في أروقة المنظمة، منظمة التحرير الفلسطينية، ولما كان يجري في غرف القيادات العربية. لقد كان الياس على معرفة أن نقده الشديد والحقيقي سيكلفه ثمنا باهظا، دفع فاتورة الحساب لمواقفه دون أن يتنازل عن تمسكه. وفي مقدمة ذلك الحقيقة، فهل الحقيقة قاتلة وظالمة إلى هذه الدرجة؟ الياس شوفاني نموذج لهذا الإيمان الراسخ بالحق والحقيقة، الرافض رفض التبعية والانخذال والردوخ والخنوع. رحل شامخا رافعا رأسه ورأس شعبه. قررت في الواقع أن يكون عنوان هذا اللقاء بكم متواضعاً ومأخوذاً من القطب الشمالي المغناطيسي. القطب على الغالب، هذا القطب بالذات، هو الذي تلى أحده في الماضي لأن يصنع لنا البوصلة. ماذا جعل الياس يتبوصل على هذا النحو الذي سمعنا الكثير من حنا، من شكري، وأيضا من دكتورنا الغالي؟ الياس بوصلة غريبة لكنها بوصلة. العوامل التي أدت إلى تبوصل الياس على النحو الذي سمعناه أعتقد هي أو عاملان ممكن أن يتفرع إلى فروع أخرى. الأول، العامل الأول في الواقع داخلي، وكلنا لدينا عوامل داخلية تصقلنا، وهناك عوامل خارجية تؤثر علينا وعلى مسيرة حياتنا وتوجهها وأحيانا تبوصلها إلى الحد الذي يتهي فيه عمر الإنسان فينا.
العامل الأول في نظري هو الداخل، والداخل عند الياس كما عند الكثيرين منا على الغالب هو البيت. تحدث حنا زميلي وصديقي وأخي عن بوصلة البيت. بيت شكر الشوفاني أيها الأحبة كان بيتا سويا دون أن يتعلم شكري في أي جامعة ولا في أي كلية ولا أي عضو سياسي. هذا الحس الوطني قد يأتي أحيانا بالتعلم وقد يأتي أحيانا عن طريق الإرشاد. شكري لم يرشده أحد لكنه كان وطنيا بامتياز، وطنيا. وأذكر أنا لا أذكر 29، لم أكن قد ولدت، ولكن في ثورة 36 الثورة الفلسطينية الكبرى كما ندعوها كان بيت شكري وشكري من البيت إلى اللجنة القطرية لنسميها في منطقة الجيل الغربي أحد أعضائها البارسين. سليم، حنة، الياس، جميل المرحوم إلى حد معين كانوا يحضرون هذه اللقاءات وكانوا يتأثرون بها. هذه الإشعاعات البسيطة التي قد نراها بسيطة هي التي تصفر الإنسان، تخلق منه شيء آخر. الياس أحد الناس المرهفين لهذه القضية، وقد كنا زملاء في أكثر من مجال ونعرف بعضنا البعض. شكري الشباني في ثورة 36 كان يقود وأحيانا كان يجبر، معذرة على المصطلح، كان يجبر من سميناهم في ذلك الوقت حماة الوطن على أن يخرجوا إلى الحراسة في المناطق التي تحيط القرى، معليا ترشيح البلد العظيم، يا نوح إن أردتم البلد الذي دافع وقتل منه الكثير وقتل، وإلى آخره من القرى الشريف. شكر الشفاني كان عضوا مركزيا في اللجنة القطرية التي قالت مع جيش الإنقاذ ومع كثيرين من القوات السوريين كأديب الشيشكلي وغيره الذين كانوا يزورون الجبهة، وكانوا يجلسون إلى شكري كما جلس شكري إلينا حقيقة. العامل الثاني أيها الأحبة هو عامل الجليل. نحن في معظمنا جليليون، والجليل مشكلته مشكلة. سايكس-بيكو في اتفاقياته الأربع وضع الخط الأول للجليل أو للحدود بين الانتداب الفرنسي شمالا والانتداب الإنجليزي جنوبا من سمخ جنب طبرية إلى عكا، ولكننا نرى بأن الحد وصل إلى ما وصل إليه وكما نعرف جميعا في ثلاث مراحل إضافية بضغط من الحركة الصهيونية لكي يضم أكبر مساحة ممكن أن تصل به إلى حدود إسرائيل التاريخية، يعني إلى البطانة شمالا إن أردتم. والحولة بالذات جزء من الجليل وفيه منابع الأردن، وكان تخطيطهم أو كانت رؤياهم واضحة. نحن نريد المياه، غدا ستقوم الدولة ونحن بحاجة إلى مياه الأردن، ومن هنا كانت الضغوط قد أثمرت وقد أنتجت ما أنتجت. الجليل أيها الأحبة، الجليل في مشروع التقسيم كان عربيا، وكان لنا من الجليل ممر إلى لبنان لكي يكون هناك تواصل بين الدولة الفلسطينية في هذا الجزء من البلد وبين الدول العربية عن طريق لبنان. والجليل أيها الأحبة أخذ في معركة غير متوازنة، أساسا كل معارك فلسطين لم تكن متوازنة. أحبتي، الجيش الإسرائيلي، ودعوني أقول الهجنة وكل المنظمات الأخرى، كانت تعد في ذلك الوقت 80,000 جندي. الدول العربية في معظمها لم توصل إلى هذا القطر أكثر من 20-25,000. مع سلاح فرنسا كانت تعرف ما هو السلاح، وإنجلترا تعرف لأنها خلفت أصدقائها هناك، وإسرائيل في الصفقة الشتية لحالها كان عندها 54 مليون طلقة. ومن هنا جاءت القوة الإسرائيلية في احتلال الجليل. أخذ الجليل في 30 تشرين الأول 1948 في عملية تسمى يفتح، ما اعترفناش الآن اسم، وهجرنا
قسم منا وصل الريش وقسم سوق وقسم بيوت وقسم آخر كما قال حنا وقد كتب عن هذا في كتاب نفسات وفاء الكثير هجر عن طريق التكحيل. حنا ذكر أسماء لم في الواقع لم أكن أرغب في ذكر الأسماء أنا شخصيا على الأقل. رحمنا الله جميعا ورحم موتانا واذكروا محاسن موتكم. يعني ألا يوجد بين الضحرين حتى هذا اليوم من يقوم بهذا العمل؟ دعونا نكون صريحين لا نخدع بعضنا البعض. أيها الأحبة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن ذا الوجهين لا يكون وجيها عند الله. نحن على الغالب لنا أكثر من أسبوع. إلياس الموصل التي قولبت شخصيته كان لها اتجاه واحد فقط سأذكره بعد قليل. العامل الداخلي الثالث أيها الأحبة هو فتح. كما ذكر الدكتور شكري وأنت دكتور العزيز غالي، إلياس له انتقادات عديدة على فتح. من هنا كان وهنا تبدأ القضية في المصطلح، هل هذا الانفصال مع أبو موسى، جماعة أبو موسى، هل يسمى يمين فتح ولا يسار فتح؟ تماما كاليسار الإسرائيلي واليمين الإسرائيلي، ما هو اليمين ما هو اليسار؟ قضية تعريف، وقضية تعريف دقيقة جدا وخطرة جدا في آن واحد. لا أريد أن أخوض هذه القضية، قرأت كتب الكثير من كتب إلياس، ولكني أقول بكل صراحة إلياس اختار بعد رحيل الفلسطينيين من لبنان إلى تونس خطا واحدا لا غير له، لا يمكن أن يكون سوى المقاومة ثم المقاومة ثم المقاومة. هذا هو الخط، هذه البوصلة. يعني شبه شبالي كان مقاوم والجنين كان مقاوما، وحاربنا في الجليل وقتل منا الكثيرون في الجليل. أخذ الجليل، لم تكن قدراتنا العسكرية بنفس المستوى التي كانت فيه قوات الهجنة في ذلك الوقت قبل أن تتوحد في بيقبة سهر. الأحبة، هذه العوامل الثلاثة صقلت إلياس من الداخل من الداخل. صخور الجليل، وادي الجليل، وأودية الجليل، إن عرفت بروج الجليل الطيب المعطاء أيضا أعطتنا شخصيتنا. يعني ما مش لبقيعة يعطي شخصيته بالضبط في سهوله لبروفيسور اللي قاعد معنا، لا يمكن أن يكون غير هذا. يعني هنا أثر الجغرافيا على شخصيتنا، لا أريد أن أتحدث عن أثر التاريخ. العوامل الخارجية لكي لا نطيل أيها الأحبة، المجال طويل للحديث لكن في لقاءات أخرى علمي. العوامل الخارجية في الواقع لم يذكرها أحد. إلياس في 54 قرر أن يلتحق في معهد يسمى أبشالوم لإتحاد هآرتس. هذا المعهد أيها الأحبة يقوم على مبدأ واحد فقط، تعرف على البلد من خلال رحلات. يعني عندك 20 مناح تعرف تمشي، لازم تمشي تعرف عليه عن طريق الرحلات. وكان هذا المعهد يعقد لقاءاته معنا مع الياس ثم معي أنا، نتعقد فيما بعد في هذا المعهد مرة كل أسبوع، يوم الجمعة ويوم السبت. الأحد يبدأ العمل عند الجميع ونرجع كلنا إلى عمله. أيها الأحبة، تعرف الياس من خلال هذا المعهد على طبيعة البلد، جغرافية البلد، سهول البلد، جبال البلد أو مغابر البلد. هذا المعهد ينقصنا أيها الأحبة. سعيت كثيرا أن نقوم بإنشاء معهد كهذا لندعه معهد إلياس وفن، مجرد الآن اختراع، ونقوم في خلال سنة فقط بعمل بسيط جدا، قيادة مجموعات من القرى والمدن العربية في داخل إسرائيل إلى وديان وجبال وأثار بلدنا الطيب المقدس. دعونا نفكر في الموضوع، قد ننجح قد يعارضوننا، لكنه اقتراح.
الياس عرف المشابين وعرف الكيبوتسين وعرف مدن التطوير وعرف وعرف وعرف. كثيرون ممن درسوا معه ومعي في هذا المعهد ما زالوا عند يا ومنهم ما احدهم في مشمار نجم اسمه موموس قبل شهر فقط زارني ذكرني واذا ما عندي على البيت خلني الياس وينه. طبعا انا صريح جدا واقول ما اعرف ولا اخفي الحقيقه. كثيرون من الكابري وغير الكابري من الى اخره المدن وكان هذا